نربح ونكسب شنو؟ شوفت ضيوفنا اليوم الصبح وغيرون جونا. فأنا سعيد اليوم ومستانس وايد مع بدر العطوان والفنان محمد العطوان والسعدون اللي موجود متواجد ويانا بالاستديو. يعني خسران بس كسمان بشوفتكم. اي والله. تدري متى احتريت محمد؟ تكفى متى؟ يوم غنيت اغنيتها يعني حتى وانت قاعد تسوي البروفا. كنت قاعد اسوي تست والله. احتريت والله. حافظ اغنيتك غنيتها. والله محبة الناس ما مشيت يعني ماكو ولا اغنية فطرت من عقب صباح وانا غاسل ايدي. صح. صباحكم بالخير ومنورين اكيد اليوم بالاستديو. محمد ما هو غريب وجودك ويانا في نغم صباح وفي استديو مارينا اف ام، لكن احنا حبينا تكون ويانا في بدايه السنه هالمره عاد غير. اكيد بدايه سنه وجو حلو واجواء. وبدر احنا استاذنا يعني قلنا عسى بدر نايم مو مواصل. موجود 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 موجود. صباح الخير. صباح النور. شلونك؟ الحمد لله بخير. الناس ولهانه تسمع صوتك بدران. وانا بعد ولهان عليهم. ايش هالقطاعه وايش هالغيبه؟ صدق وينك؟ موجود كان. موجود يانا. يا حظنا فيك. وينك عن عيون الناس عن السوشيال ميديا خلينا نقول؟ لهينا بالدراسة شوي. كفو والله. والله كفو كفو كفو. هذا القرار الصحيح، القرار المو صحيح انك اخترت قبل شوي تختار روان صوتك. هذا قرار. يا حبيبي اثنينهم قرارات صحيحة ما لك شغل. لا تعتذر، انا اللي اعتذر. كيف صوت لك والله؟ اي والله شوف يعني بدر اول ما قال صوتي حق روان ومحمد غنى اغنيتي، انت اوت اوف الكومبتيشن من البداية. جوكم صباحي تقعدون الصبح ولا قاعدين عشان ولا انتم تحبون الشمس والهواء؟ كل شيء كل شيء. الله شوف بدر اشوه محاقد علينا. محمد ترك بدرنا كل شيء بس محمد سوى كذي. لا والله الصبح وياي صباحي. قولهم انه مواصلين. مواصلين. ايه كذي عدل عدل. ايه كذي واضح الموضوع. مشكورين وايد صراحه، هذا يعني لنا الكثير والله. سامحونا اذا قعدناكم بس انه تدرون فرحتنا فيكم واحنا فرحتنا شوفتكم. يا حبيبي يا محمد يا حبيبي والله. شوفي انا طمعان حتى طبعا وايد. يعني قبل لا ندخل واحنا اكيد عندنا يعني بحر من المعلومات اللي ودنا نعرفها عنكم، بس ما يمنع ان اسال هالسؤال. اول شيء احنا تدري خلال فتره نهايه السنه كان عندنا مجموعه من الاغاني كنا نطلب الناس انها تصوت على توب 40، وتبارك الرحمن انت من الاغاني اللي كانت متصدره المشهد وخذت المركز 23. فيعني خلاص صفق صفقه الجديده هذه. اي والله برافو 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 برافو. والله للامانه شعور وايد حلو يعني، خاصه بهذه الاغنيه يعني تعبت عليها انا وايد تقريبا 5 سنين وانا قاعد افكر شلون اطرح العمل. فتوفقت بوقت الطرح وتوفقت اني يعني افوز على اذاعتكم يعني. هذا يا حبيبي محمد اكبر انجاز حق والله. شوف انت بحد ذاته وانت تقول ان انت تعبت عليها، هذا يدل ان كل انسان يتعب على شيء يحاول يعطي كثر ما يقدر وكل قلبه بعمل معين اكيد النتيجه راح تكون واضحه. احنا اليوم قاعد نتكلم عن اغنيه اصل الحب اللي في مركز توب 40 احتلت المركز 23، وانا متاكد انت كبداياتك هذه اتوقع ان شاء الله يا رب القريب ان شاء الله راح تحقق مراكز اكثر واغاني جميله اكثر. وسعداء ان اليوم طمعانين نسمع اكثر واكثر. تبتدي بغنيتها ولا الاغنيه اللي قبل شوي سمعناها؟ اغنيه كلنا نحبها. انا اتفق وياك. حاضر يلا. محبه الناس يا روان. محبه الناس. خل شوف كلام انا ما اسوي كلام. محبه الناس. انا اسوي فعل. فعل ها. يا ما حاولت الفراق وما قويت، قلت ابي انساه لكن ما نسيت. ما عصاني قلبي بعمره ولكن الاكيد اني انا اللي ما اشتهيت. يا ما حاولت الفراق وما قويت، قلت ابي انساه لكن ما نسيت. ما عصاني قلبي عمره ولكن الأكيد إني أنا اللي ما اشتهيت. التقينا بليلة من ليل البعاد، والهوى والحب في القلبين عاد. قلت لا ما غيرك بودي حبيبي، قال حبك ما تغير إلا زاد. كتاكم. عاش عاش. ايوه 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 ايوه.
إنزين إحنا قبل شوي يمكن تكلمنا صج عن الأغنية، وأكيد طموح كل فنان شاب إنه يكون له أغنيته الخاصة اللي باكر فعلًا تحتل المراكز متقدمة، الناس تسمعها وتتداولها وتنتشر. لكن الحين في الناس دائمًا تقول أي أغنية تنزل يا ربي ما يبون فيديو كليب، يبون يشوفون شيء يعني باليوتيوب ما نبي نشوف شيء صورة، نبي نشوف فيديو كليب. من ربع الفيديو كليب محمد بتفكر إن شاء الله تصورها ولا لا؟ يمكن عمل الثاني أو هالعمل ما راح يتصور، بس إن شاء الله الأعمال جاية في خطة يعني قريبة. أعمال جاية أكيد. أحب كذي، أنا أحب أعمال جاية. لازم في شيء بالمطبخ قاعدين طبخ؟ والله وايد أشياء. حلو. يعني يوصلون لألبوم، بس ما راح أطرح ألبوم كامل، راح أوزعهم يعني كل شيء بوقت إن شاء الله. حلو حلو وايد حلو. بدراني يا بدراني. هلا والله. يمكن أول سؤال سألناه قلنا لك وينك يا بدران واختفيت. موجود. راجع بقوة. أكيد. في شيء جديد؟ إن شاء الله قريب. 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 بدران يعني أنت من الناس اللي خل نتفق على شيء. أول شيء يعني أنتوا فعلًا ناس تدخلون القلب. محمد أنت صوتك الجميل يدخل القلب، وبدران أنت الناس كلها تحبك تبارك الرحمن. ما يحسسك شوية بمسؤولية؟ يعني ما شاء الله بدر، أنت وين ما تروح الناس يعني تفرح، أول شيء يصير فيها تبتسم لك، فما تحس بمسؤولية بدر إنه أوكي أحس بالضغط، الكل يبي مني، الكل يبي أنا أسوي أقدم، ولا أنت قاعد تستمتع باللي قاعد تسوي؟ أنا وايد مستمتع باللي قاعد أسويه، ووايد حاب الشغل اللي أنا أسوي. وين أكثر مكان بدر تحس إن أنت إذا انعرض عليك تحس أنت شيء وناسة، أبي هالشعور، أبي هالمشروع هذا؟ هل مسرحية، هل بعمل فيديو كليب، هل بمسلسل؟ وين بدر يحس إن أكثر يفرح ويستانس؟ أنا استمتع فيهم كلهم، بس أحس أكثر المسرح أجواء غير. غير المسرح. ما تبي وياك وراء بستيج دور النسرة، دور الشريرة، مرت الأبو، بطولة. بطولة أشهر قال لك بطولة يعني مو أنا. بدر شلون قادر توفج؟ يعني قبل شوي إجابتك كانت وايد حلوة، لما الناس فعلا تفقدك تقول وينه، ليش ما قام يطلع مثل أول، وقلت إن أنا والله مركز الحين حق الدراسة. ما تفكر الحين إن تقول والله خلا لا أسوي لي خطة مثلا أرتب جدولي بين الدراسة وبين الردة؟ يعني شلون إذا ودك ترجع مرة ثانية عندك كذا شيء مرتب؟ أول جدول ذاهب خالص. لا إيه. زين ما تبي تغششنا شوية؟ يعني قلت أنت قبل شوية تحب المسرح، وصج في ناس لما تصعد على خشبة المسرح تحس نفسها كذي عايشة، تتحرك وتشوف صح. الناس كذي تحب تشوف عيون الناس وما يتفاعلون معك؟ وايد أحب أشوف. إيه. شنو شعورك لما ناس يجي بدر بدران ويسربكون لك؟ شعور وايد وايد حلو مميز بالنسبة لي يعني. برافو بدران. يمكن في شغلة لازم الناس يعرفونها وخاصة منك أنت اليوم، أي واحد يبي يقدم تجربة مسرح خلنا نتفق الموضوع يخوف. إيه. تتبطل الستارة، تشوف الناس مفولة كذي، تحس إن الوضع وايد صعب. اليوم هذه الرهبة، هذا الخوف، شلون أنت قاعد تتغلب عليه، وشنو قاعد يحس، أو شنو شعورك قاعد يصير وياك؟ هو أنا متغلب عليها من زمان، لأن من الصغر وأنا كنت في المسرح تبارك الرحمن، فهذا شيء عندي عادي، أنا كنا قاعد ويا أهلي. الله الله, الله الوصف. الله الوصف، هم فعلا أهلك ويحبونك وايد. محمد اليوم يعني وجود بدر، وأتوقع أحلى شيء في الدنيا أن أنت تكون قاعد في البيت وتدري أن من قاعد يسندك ومن يشجعك ومن دائما يقول لك أنت اللي قاعد تسوي صح، أو أنه يحاسبك إذا غلط. إيش كثر أنت وايد مهتم بأمور بدر، وتحاول أن أنت تكون معاه خطوة بخطوة، وهم تعطيه تشجيع وتخليه يكمل؟ شوف يعني أعطاك ها ودك تفتن عليه عادي ترى بدر. لا والله لا هو خايف أفتن. شلونه من أخو زين محمد؟ أكيد لا. من أحسن الأخوان. الله الله يحفظكم يا رب. محمد شلون تحس شعورك أنت ويا بدر في مشواره؟ يعني بدر اسم الله عليه حريص باختياراته يعني، وكل مرة يبهرنا بشيء يعني. لما نقعد مرات في أعمال يعني طوفنا ما ندري إنهم صوروا العمل الفلاني، قاعدين بالبيت نشوف بدر بالتلفزيون وش مسوي هذا مبدع، فنستانس من ردود أفعال الناس يعني. وايد توصل لي مسجات صور بدر يعني، هو الحمد لله يعني متألق يعني. تبارك الله دائما وبدا. إنزين إحنا سولفنا ونبي نسمع أكثر من ما نسولف، فراح يكون مايك عندكم تبدعونا محمد وعبد الوهاب وبدر. ويه صح، ونسينا ويانا بعد يوسف راح يشارككم بعد. ايه انا هذا السبريز هذا دوزن عليك عمر شيء. يلا دوزن دوزن. اختاري بعد تختاري اختاري اخترت وايد. انت تسمع نغم الصباح 94.
كلاسيكيه وايد روان هذه. شخصيات اي انا ترى الفقره هذه وايد احبها. شو نسوي؟ ينطر يدوزن الكمان مع العود. هم علمك موسيقى؟ يعني انا وين ما يعني شو مليت والله تعبت. صداقه شنو صحيح صحيح صحيح. بينت صداقه لازم فيها اخذ وعطاء يعني كذي. اي فزين انا على ما يدوزن شيء سولف مع بدن ولا؟ خاصين يلا نشوف صداقه الكمان مع العود. يلا خطي لا هاتف ولا مرسال لا طرق من عندك يجينا غاب القمر وتبدلت الأحوال وتغيرت بعدك ليالينا لا خطي لا هاتف ولا مرسال لا طارق من عندك يجينا غاب القمر وتبدلت الأحوال وتغيرت بعدك ليالينا يا زمان الصاحب الغالي يا نسيم الروض الله 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 الله. احنا يعني لازم نكون من ضمن الفرقه الحين والله. شوف يعني لازم شي. ندور لنا مكان. انا هذه الاغنيه لها معزه فيعني انا الحين انا سعيد وفرحان وما يهمني اصلا ايش من فايز انت بغيت حتى ما يهمني فوزك. الحمد لله خلصت احس قعدت من النوم صحيت انه مو كابوسي محمد. كلنا احنا الناس العاديه تجينا هذه الافكار ان الله لو انا صوتي حلو اتخيل ان ودي اسوي ديو مع فلان ولا ودي لو انا يحصل لي فرصه اني انا اغني مع شخص واضح منه كل واحد فينا حاط شخص بباله. انت في احد تتمنى بيوم من الايام يعني هو فنانك المفضل تقول لو حصل لي بسوي دويتو ودي بهالفنان او هالفنان؟ عبد الله روشد. الله خالد كبير كبير. هل لان انتم نفس الاحساس يعني احنا نشوف دائما اللون المفضل عندك محمد الهادي الرومانسي تحس ان روشد؟ انا فانز روشد من انا صغير العشق الابد يعني. عشان كذي هذا الاختيار الصحيح. حبيت الإجابة السريعة أصلاً ما فكرت فيها. أكيد بجاوب قبل أتخلص. زين بعطيك سؤال وايد صعب محمد وصدق يعني أدري إنه الاختيارات وايد الواحد حتى ما يبدي يفكر يمكن يقول لك والله شيء شافكه. بس لو نقول لك أول أغنية تطري على بالك اليوم لو عندك خيار أغنية تم غنائها سواء اللي كانت لفنان أو فنانة يقول لك نقدر نسحبها منه وما تتسجل باسمه وتكون هي اغنيتك انت اهلي عن كبدوني. الله 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 شو الاختيار شو الاختيار الله 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 حب الجوات سريعه تدارس المنهج مالي ولا لا احنا راح نسمعها بعد شوي بما انك انت اخترت الاغنيه. بس انا ودي هم اسال بدر يعني بدر شنو شعورك وانت قاعد هني واحنا اللي قاعدين هني يعني انت جربت تصير مذيع وجربت تقدم صح اي ف تحس الحين واحنا قاعد نقدم ان تذكرت ذكريات هذه تقول الله صح انا يوم من الايام كنت كذي ولا امس امس اي قول لنا شلون كان. والله احب تجربه التقديم والاذاعه وهالسوالف من انا صغير كنت استمتع فيهم. وبالنسبه لك لو يخيرونك يقول لك الحين بدل لازم تختار يا انك تصير بالمسرح يا تمثل بمسلسلات يا تصير مذيع صراحه الاثنين. الله عليك ما يقدر خلاص. بدر ايش رايك بتقديم روان المرزوق يعني عجيب عجيب كم من عشرة تعطيها؟ 9/10 10 من 10 ليش 10 10 من 10 ما يخالف راح اخذ 9 زينه 9 ما فيها غرور لانك لما تصير 10 من 10 تصير مغرور. بدر ليش تخلي تشمت فيني؟ والله بالغلط والله الحين شوف ايش راح يسوي ترى لما ليه الاسبوع الجاي هو شيء راح يسوي خلاص نقول له هو 10 من 10 لا ما تقول له هو 0 من 10 اوكي
محمد، الأعمال اللي أنت مثلا تبي تقدمها أو الحين قاعد أنت تختارها، عادة كل شخص يكون عنده جروبة اللي يثق فيه، يعني يدري هذا ما رح يجامله، يعني حتى لو أنت مشتط على كلمات غنية ومدندنها وتقول أنا هذه الغنية أحسها ستايلي وذوقي، تروح حق هذول الأشخاص عادي تتقبل منهم، يقول محمد شنو هذا، لا كلش لا. منو جروبة محمد اللي يثق فيه وتشاركهم كل تفاصيل اختياراتك؟ اخواني اول شيء طبعا، وبعدهم هم اخوي عبد الوهاب. نعم ونعم عبد الوهاب المبدع بصراحه، اللي يعني قاعد يودينا العالم ثاني وياك يعني، وربعي الخاصين، وفي بعد شخص جديد دش علي وغير وايد امور بحياتي اللي هو احمد العبد الهادي. ونعم ونعم ونعم، فنان 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 فنان. انزين، وتتقبل منهم يعني اذا انت كنت مشتط ومتحمس مثلا حق اغنيه او شغله او عمل وهم قالوا لك لا محمد، تمشي معاهم ولا تسوي اللي براسك؟ انا اكيد اسوي اللي براسي. حلو. بس ما اخذ رايهم، اشوف السلبيات واعدلها يعني لما يقتنعون. حبيت حبيت انا اخذ رايهم بس بسوي اللي براسي. اي لا لا. شنو بردك محمد؟ اسد. اي اسد. لا واضحه القياده دائما، لازم يكون عند القياده. بدر، لما يستشيرك محمد تقول له الصج ولا عشان أخوك العود وشيء؟ لا والله صج. خفت يعني ما يعطيك فلوس بعدين ولا ما يمشيك؟ لا صج صراحة. يقول الصج؟ اي والله. في مرة انتقدته؟ في مرة يعني قال لك بسوي هالشيء كان تقول له محمد لا مو حلو؟ صراحة يبهرني ما أقدر أقول لا. شنو هذا يا شنو هالبنتو هذا؟ شنو تبي تريق؟ إيه عدل، شنو بتريق واضح. أنا أحب هذا موضوع الريوق جميل. محمد، خلال الفترة اللي طافت شفنا إنه في وايد اتجهوا إلى خلينا نقول لهجات ثانية بالغنى، وهذا شيء يعني إضافة وايد حلوة، سواء اللهجة المغربية أو نقول المصرية أيا كان. اليوم هل محمد جاي يفكر إنه يغني بلهجة ثانية؟ أنا قبل جربت وما كانت تجربة مناسبة لي، لأن يعني شلون أقول لك، إحنا المفروض يعني أي فنان كويتي شاب يقدم لونه حق العالم. صحيح. يعني ليش مو اللي برا يغنون أغانينا؟ أيوة صح. أيه. جميل جميل وايد. بالنسبة لي هالنقطة وايد مهمة. برافو برافو، حلو واحد يعرف هو شنو يبي وإنه يقدم ويتعب عشان. أنا استانس لما تسمع أغنية يقولون هذا فنان كويتي. الله عليك. حتى لو شنو كانت الأغنية يعني، يعني من طريقة كلامه وطريقة غناه واضح لونه يعني. برافو برافو برافو. نسمع اختيار محمد اللي قبل شوي اختاره. راح تغنيها الأغنية هذه؟ تبيها؟ أنا صراحة راح يمكن مو أربع أربع كطف المايك. تم. شو الإحساس؟ مرهف مرهف، 2023 قاعد أبهرني. قاعد أبهرك شي والله، قاعد أبهر نفسي أنا. أهلي عنك بعدوني عذابي وتركوني، يوم شافوني أحب عذبوك وعذبوني، يوم شافوني أحبك عذبوك وعذبوني، يوم شافوني أحبك عذبوك وعذبوني. الهوى والود كان صدفة حلوة للزمان، هذا احنا والنصيب صرنا عدوان الحنان، والسنين اللي جمعتنا بالمحبة فرقتنا، ياما ياما قبلي ما منك حرموني، يوم شافوني أحبك عذبوك وعذبوني. الله 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 الله، شيء وايد حلو جميل والله. خوش اختيار غبية جبارة جدا جدا جدا. شفت من تعابير وجهك لها ثي. اي والله وصلتني الاغنية احساس، واكيد ماكو فنان يغني اغنية الا هو اكيد تلامسه كلمة معينة جو معين. انت الحين بالنسبة لنا كلنا واضح خط محمد، بس ممكن ان انت تمشي مع الترند، يعني الاشياء اللي نازلة الحين، تدري في شيء يسمونه اغنية صيف، اغنية سفر، اغنية شتاء،
تمشي مع هذولي ولا أنت بالنسبة لك لا راح تتم محمد وراح يعرفونك بهالطريقة بهالستايل؟ لازم يمشي مع الترند. شنو الترند اللي هبوا فيه الناس اللي حسيت إنه هو حلو؟ يعني قبل فترة كانت تطلع الأغاني اللي يصير فيها أكثر من فنان بنفس الأغنية ويطلعون معاهم موهبة يمكن أول مرة تطلع ويسوون فيديو كليب وتضرب، وترى يمكن تقعد شيء شهرين ثلاثة وبعدين تختفي. فتحب هذا؟ لا لا أنا ما أحب. أنا أحب أغنيتي يعني لو أسويها اليوم عادي بعد 40 سنة أقدر أغنيها. السلام. سمعها وكذي حلو حلو. ترى محمد بقولك شغلة، يعني لاحظت وأنا ترى الواضح واللي يبين إنك أنت فعلًا يعني أنت موهوب تبارك الرحمن، وأنت تحب اللي قاعد تسوي وعندك نظرة. أنا يمكن الجملة هذه بالذات خلتني أوقف أقول برافو. صح، اليوم إحنا نسوي عمل نتعب عليه والفن جدًا جميل، واحد يرجع الأغنية لأنه يا تعبر عن مشاعر يا أنه وده يدش في حالة جميلة من الألحان والكلام. حلو إنه يقول إنه أرجع للأغنية لو بعد 40 سنة لأن هي متعوب عليها. نقول الأغنية ثقيلة جميلة متكاملة، مو بس مجرد يلا أي عمل هبة. لا لا هبة لا لا، الأغاني الهبة يعني حتى لما تروح مسرح ما تقدر، الفرقة ما يقدرون يعزفونها. صح، فش الفائدة يعني؟ صح كلامك، اي والله، لان هذا اللي قاعدين نشوفه وايد اغاني تنجح بس صح ما تتغنى على المسرح، ووايد ناس يستغربون الاغنيه ليش مو قاعده تغنى على المسرح. فاعتقد ان هي لان اجواءها تكون بس بالاستديو ما تنفع ان تسجل برا. انا الاغنيه موسيقى، اي فلازم الموسيقى توظف صح بالاغنيه. أحسنت. شنو هال مبهور، أنا حبيت هذا شخصيتك أقوى من شخصيتي بعشرين ثلاثة وعشرين جازتني. بدر، أول كنا نشوف تنزل اللايفات وتنزل بالستوري بالإنستغرام، نشوفك فجأة يمك إيقاعات فجأة كذي، مرة ماسك لك عود ومرة ماسك لك وش يسمونهم هذولي اللي تشوفها. إيه أنا 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 عارف، بس أنا لحظة بدر الكرسي. إيه تفضل، شو اسمه بدر؟ غششني. شنو هذا شو اسمه كذي؟ بينجز. بينجز أنت شو سويتي كذي؟ ها حلو، هذا ماله. وهمد ما خلاص بك صفقة هذه، شكرا بدر على القطة. قاعد تخلي وايد شمت مني اليوم، ترى لاحظ قاعد تاخذ مني حلاوة خسارته. شنو الإيقاعات اللي أنت بالنسبة لك تحب دائما إذا قعدت في البيت مثلا كذي تكون هي يمك وتقعدتي دندن؟ أحب الفخار والأساس يعني والدف. أحب الفخار عدني الولد، ها كل شيء صجع. كفو والله، تكلم عود بعد. عود يا سلام. انا اشوف والله من اول ما شفته قلت ما شاء الله عنده الامكانيه وعنده الروح الحلوه الموسيقيه هذه مع الروح الكوميديه الله يحفظك. فقلت له كان زين يتعلم على شيء ويكون جدي في التعلم، بس الحين انت طمنتني قاعد تعلم اساس وفخار كل شيء وعود. كفو المدران. كفو. يعني هذول اكثر شيء انت تحبهم؟ ايوه. اي شنو الحين اللي تحس انك تمكنت منه بين هذول الثلاثين؟ محمد يقول الحين قاعد تعلم على العود. اي العود اقول لان انا الحين بالبدايه ما وصلت حق شيء. اي بس الايقاعات انا الحين متمكن منها. اوه بس بدران ودي يشوف شلون البنجز مره ثانيه. بينجز سمكه حلوه كذي ماشي معي بدل الاخر. كسرت خاطره اخر شيء. انا ودي اشوفها، ودي اشوف بسمره احد هو ما ودي اعيد القطه مره ثانيه. ما ادري بالي قال انا موصل عشان تسوي لي كذي. شنو تحب تسمع بدل غير محمد؟ يعني منو اللي تحب كذي تدندن لهم اذا قعدت كذي مع الايقاعات؟ أغنية دائما تشيك هي المعلقة براسك تحب تغنيها وايد وايد وايد. وأنا ما عندي مطرب ثابت للحين. فأحب أسمع. أحب أسمع شيء جديد، أحب أتعلم على شيء جديد. فالأغاني الجديدة شوي، وبس أحب القديم أكثر. أوه. شوف يعني جيل جديد بس يحب يسمع قديم. تسمع إنجليزي بدر؟ كبير. لا مو وايد، ها؟ لا لا من فخار ليت وديني هناك. لا لا من فخار لجرامز ما ضبطت وايد، بس ما يمنع ارد برثاء البنجز ولا همني ولا همني. يمكن اتعلم واخليك بتنهارون. اتعلم وجهك. محمد، يمكن اول بدايه اللقاء قلت ان انت عندك اعمال ان شاء الله راح تكون قريبه، ويعني هذا ما يمنع ان انا خليتك تشي تقولها تسكت بعدين ارد افاجئك مره ثانيه. شنو راح ينزل جديد وشنو أول أغنية وتعاملك ويا منو؟ ونبي نعرف أخبارها، وإذا في شيء حصري حقنا ما نقول لا. هذا يقدر 100% الأغنية راح تكون حصرية عندكم. هلا والله، أحب الأخبار هذه أكيد. يعني هم تقريبا 3 أو 4 أغاني حلو، أغلبهم من توزيعي أنا إن شاء الله وألحاني،
وفي اغنيه بعد من الحان الفنان احمد العبد الهادي اللي قلت لكم عنه. تعامل جميل جديد. اي فان شاء الله بنطلع بلون جديد مختلف عن اللي موجود كله يعني. انا احب هذا التصاريح مختلف، انا استانس احس انه لا وانا اهني انه هو مبلش يلحن و... ويوزع التاكله هذه سكيلز ياخذها ويكتسبها حق بعدين. اي والله وايد ناس من الفنانين اللي قاعد يعتمدون على غيرهم وهذا مو شيء غلط كثر ما انت تطور من نفسك. اذا انت صدق حاط خطه متوجه لها برافو برافو يا محمد. أيوة. انت توزيعك وتلحينك هذا بحد ذاته شغل غير الغنى بحد يعني مجال ثاني غير الغنى نقدر نقول، وانت موفق بين راسين على قولتهم فكفو والله يعطيك الف خاصه في خاصه في ستار 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 يلا نسمع يبي لنا شيء نسمع بعد شيء. اي اكيد يعني نسمع ما نسولف. انا شنو بخاطركم والله قال خاطركم. اي انت مو خاطركم انت اللي تبي تسمعني مو خاطركم مال شامين بنمشي يلا خاطركم. اي لا خاطركم غير انا متاكد راح يختار شيء انا وايد عجبك. هذه هدا حق المارينا طبعا. عشت 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 ما قدرت أصبر وجيتك قبل موعدنا بساعة والغريب إني لقيت منتظر قبلي بساعة. ما قدرت أصبر وجيتك قبل موعدنا بساعة والغريب إني لقيت منتظر قبلي بساعة. دامك انت مثلي مشتاق ليه دايم بيننا دامك انت مثلي مشتاق ليه دايم بيننا فراق. تيشو تاكا تاكا قلت لك هاي مجيد مجيد وصوت محمد صدقيني اي شيء راح يغني راح اقول لك اوكي بس ليش اخويتي انت الكريدت الحين قلت لك عادي عادي الحياه اجمل مو مره شلون بنقز مره ثانيه اوكي حتى بدا الحين خربنا حتى بدر خربنا. بدر احنا سالنا محمد قبل شوي انه هو مثلا منو اللي قراب عليه اللي يحب يشاورهم ويقول لهم ويشاركهم بس غششنا محمد يقول ان بعمات نصدم بدر تاخذ قراراته بروحه فجاه نشوفه بالتلفزيون فجاه مسلسل. شلون تختار اعمالك؟ شلون تختار انت مثلا والله الحين انا بس والله ما ابي مثل مسرح ابي اروح تلفزيون الحين لا والله كني بجرب تقديم. شلون انت تقرر هالقرارات ومنو تشاور؟ احب اشوف شنو في اختيارات واختار بدقه يعني مثل ما تقولين ان اشوف ان شو اللي يناسبني اكثر هذا ولا هذا هالسنه شنو اجرب الحين هذا اللي اشوفه. زين شنو تركز عليه اكثر؟ تركز على الدور المكتوب او متركز على الستاف او الفنانين المتواجدين بالعمل نفسه؟ انا اركز على دوري وهم الستاف لازم اركز عليه. اثنيناتهم تحطهم بعين الاعتبار أكيد يعني اكيد اكيد حلو حلو. تحب تشتغل مع شباب اللي بعمرك؟ لان عاده احنا نشوف يتلك فتره ما شاء الله صرتوا انتم جروب حلوين كذا كلكم مع بعض والناس صارت خاصه تحبكم عرفوا ان هذا الجروب دائما نشوفه مع بعض. لحد الحين تحب انك تشتغل مع نفس الجروب ولا مثل ما قالك يوسف انه لا والله انا جربت اشتغل مع احبهم بس ليش ما اجرب جروب ثاني جروب اكبر تم مع ربعك؟ هو حلو ان الواحد يتم يا ربعه بس التجارب حلوه هم احلى احلى. جميل جميل. بدران انا ادري ان انت يعني تحب الكل وتحترم الكل في الوسط الفني وانا متاكد ان انت اصلا محبوب عند الكل بس لو قلت لك عندك خيار اليوم انك انت تسوي عمل مسرحي وتختار ثلاث فنانين على راحتك كبار بعمرك بس ان تتمنى ان يكونون وياك في المسرح. روان مرزوق. روان مرزوق تدري تعرف اخر شيء؟ لا لا تعرف الفواصل اللي ما بين مشهد ومشهد اللي يدزون الديكور حتى شفت اللي يدزون الديكور هذه وظيفته هناك. لا لا ما اشتغل امثل دور ليلى وايد عجيبه انا ليلى الدق بنقز صح صح. منو راح تختار؟ والله اختيار وايد صعب انا ادري بس إذا بنقول على عمري راح أركز مع الفنانين اللي قدمون شيء حق عمري. حلو يعني مثلا عندك وايد اختيارات وهيك أدي على هدري على لعبتي ترى ما رف عني 2023 ما رف عني بطلبة توهيك. أول ثلاثة سامي طلبوا بالك منه؟ أول ثلاثة سامي أول يعني واحد أول واحد من غير تفكير
اللي أشوفه الحين قاعد يقدم حق جيلي إيه؟ أشوف إنه بدر. بدر شعيبي. ممتاز. خوش اختيار. إيه؟ وظفنا بدر. بدر شعيبي. إيه؟ ألف مبروك. واستمتعوا يا بشار. الله. كمسرح الطفل. بشار شطي. إيه؟ أوه بدر وبش المسرحية القنبلة هذه. بشار الشطي. هلو. آخر اختيار صعب. إيه صعب. وايد صعب. تبكي. روان. والله يعني بلاش ترى عادي وفرت له عليه وايد بدر شعيبي لأنه جاي بدر شعيبي وبشار يعني شفت شنو كمية المسرحية قاعد اطالع البوستر بدر شعيبي بدر العطوان بدر شطي طبعا ويانا العديد من الفنانين اكيد اكيد بشار شطي وروان روان هني شي بروحه شي بالزاوية هني تعرف الاسم صغير خلونا شوف حتى نص البوستر هذا راح يصير صديقي الجديد وانت جيم اوفر صداقتي معاك شوف اللي يؤمن بالمواهب صحيح يؤمن صحيح بالمواهب صحيح فرصه بدر تذكر انا امنت من هذه شوف انا احس يوم بفتح اكونت بدر بفتح اكونت بدر الا هو قاعد يسوي كذي انا ادري راح يبطل لايف ما يطول اسمع راح يبطل لايف اليوم راح يقول يا جماعه والله خوش لقاء اليوم قابلنا وما شاء الله معلوماتهم واضحه حتى المذيع ما شاء الله تعرف البنجز احنا اكيد وايد مستمتعين معاكم وصدق الوقت صدق مشى اسرع سريع لكن احنا اكيد ما نقدر نختم بدون ما نسمع من محمد لكن قبل اسمع محمد راح اختم شيء مع بدر قول لنا اذا تبي تشاركنا مثلا كلمه ولا بتقول لنا شنو اعمالك الجايه او وين بدر يشوف نفسه يعني بهالسنه الجديده اشوف نفسي بهالسنه الجديده ان شاء الله راح اكون انسان مبدع ان شاء الله اكيد غريب عليك وان شاء الله انال على اعجابكم بالاعمال اللي اقدمها شوف الشيء اللي قلتهم خاصين منهم ان شاء الله تكون مبدع اكثر وان شاء الله انت نايل على اعجابنا خاصين منهم ان شاء الله وان شاء الله نعجب الجماهير ونستمتعون ويانا حبيبي ترى الله يوفقك يا رب ان شاء الله تستاهل كل خير ترى المواصل يلعب دور لا كلمات حلوه قال نفس الشيء ثلاث مرات يستاهل ريوق خوش ريوق محمد واحنا قاعد نختم معاك اكيد راح نخلي المايك لك اذا حاب تقول لنا شيء ولا حاب ان انت تقول شيء حق جمهورك مشكورين من الصبح انت اللي مشكور وايد مشكورين ومو غريب عليكم وان شاء الله دائما يكون ضيوف خفاف عليكم ثقال دائما بالقدر وبحضوركم اكيد واحنا اللي استمتعنا اكيد عبد الوهاب سعد المشكور على جيتك وياهم الصبح ودائما تمتعنا اكيد بلمساتك الحلوه حتى التواصل وياهم بعد اليوم اتوقع المفروض اليوم كله عزايم على محمد صح واضح صح 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 تمت احنا كذي نقول قفل قفليتوا صباح حق يوم الخميس وتبتدون ان شاء الله ويكندكم سعاده وفرح تدفوا عدل لشكل الويكند في مطر وهواء دفوا عيالكم دير بالكم على نفسكم ونسلم المايك لهم سلم المايك نظراتك شنو تبي ريوق نظراتك هذه لا تكررها بالعكس والله ابد خسران حالك من حالي احتاج ريوق صح أوكي. منو يعزمنا انا اعزمكم هيا ريوق بلاش حلو 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 اخيرا نجحت بامتحان اليوم اخيرا اللهم لك الحمد بهالحاله عيل احنا نقفل مايكاتنا اي والله ما بغينا اي والله نسمع الأصوات الجميلة محمد عطوان المايك عندك نشوفكم إن شاء الله يوم الأحد Have a nice weekend Yes تعتذر وأنا لو أخطيت عذري ما كفاك أنت تعرف حب من أول نظر وأنا حبيتك من أول سلام بالك روق وانتظر مو بس احبك حب هايم بك هيام ترى نغم الصباح مو بس بالراديو